وللقي مزيد من الأضواء حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة الدكتور محمد بن مبارك من دينا وزير النفط والبيئة. سعادة الوزير، بداية نرحب بك، وكما يعلم الجميع 125 مادة كانت نتاج عمل وتعاون مشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في إقرار قانون البيئة الجديد. سعادة الدكتور، ما هي أهمية هذا القانون مع دخوله حيز التنفيذ الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أخي الكريم أرحب فيك وجميع المشاهدين. طبعا احنا نقدم شكرنا الجزيل لمولاي حضرة صاحب الجلالة على إصدار قانون البيئة الجديد، وكذلك نقدر جهود اللجنة التنسيقية اللي انبثق منها هذا القانون ورفع إلى مجلس النواب والشورى الموقرين. تم العمل معاهم على فترة ودراسة جميع المواد والبنود وآلية تطبيقها، بحيث أنه يكون عندنا قانون يمثل أو يقضي على كل التحديات البيئية والمناخية، خصوصا مع التطور الاقتصادي والعمراني في مملكة البحرين. نعم. طبعا التعاون المشترك لازم نشيد فيه بين السلطة التنفيذية والتشريعية، كان على مدى فترة طويلة، استغرق عمل طويل مع خصوصا لجنة المرافق والبيئة في مجلس الشورى ومجلس النواب الموقرين. نعم دكتور، لو تحدثنا عن قانون البيئة الجديد ومدى توافقه مع الاتفاقيات والمبادرات الدولية للمحافظة على البيئة. طمحنا أن يكون القانون طبعا يحط مملكة البحرين في طليعة الدول المتقدمة من الجوانب التشريعية في النواحي البيئية والمناخية، لأن صياغة القانون اعتمدت على المعايير البيئية المعترف بها دوليا وعلى أفضل الممارسات اللي موجودة في مجال البيئة، وهذه تماشيا طبعا مع كافة الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بالشأن البيئي والمناخي. نعم. إذا سعادة الدكتور محمد بن مبارك من دينا وزير النفط والبيئة، شكرا جزيلا لك.